لان اه الكابتن جميل. جمال قال لي ناس كتيره ما خدوش بالهم عشان الاولاد. انا قلت يا جماعه لغايه سنتين مجانا، من سنتين ل 12 سنه، ده اللي هيتعرض بكره ان شاء الله، ده ب 400 جنيه. من فوق ده لغايه 25 كان 30,000، بقى 4,000. تمام، حاجه صغيره فاضله. ممدوح عباس اللي كان محامي احمد ابو بركه وحامي دلوقتي الواد كمال شعيب الاخوانجي، رفع قضيه لغى اللائحه اللي كان فيها عضويات لضباط الشرطه والقضاه والصحفيين استثنائيه، اتلغت في اللائحه. روح كده بص في اللائحه الاسترشاديه تلاقيها ملغيه. وفي نفس الوقت لغى عضويات الشهداء، اسر الشهداء اللي هم دلوقتي اسرهم محرومه منهم، عشان واحد زي ممدوح عباس وابنه ايمن يستمتعوا بالمليارات على مسؤوليتي الشخصيه. من بكره هترجع جميع العضويات الاستثنائيه، ضباط شرطه وجيش وصحفيين وكلا نيابه قضاه مجلس دوله، اللي هي الناس تعبانه، اللي هو مش هيدفع الاف مؤلفه، ده هو مرتبه على قده بيموت عشان البلد، قاضي ولا ظابط ولا من بكره ان شاء الله. ده رقم واحد. اتنين، عضويات عامله مجانيه رغم ان اللائحه اتلغت لكل اسر الشهداء، اب وام، زوجه، اولاد اولاد.